طبعا نروح للاخبار وبغى اشوف ايش التحدي هذا والمعلومات اللي بتسالني عنها. في اخبار وفي حزازير وفي تحديات كلياتهم اليوم جمعت لك. والله الله الله. طيب يلا نبدا وباخر الحلقه كمان. اوكي. ولكن بدايتنا اليوم يا ساره مع الاشاعات اللي بدات تدور حول برادلي كوبر وريني زيلويجر. فيوم الاثنين صباحا التقطت صور لزيلويجر مع كوبر خلال دخولهم الى مسرح دولبي وهن عم يلاقوا كراسيهم داخل المسرح. فهل من علاقة غير معلنة عم يتم تحضيرها أو كانت مجرد صورة عفوية مثل اللي جمعت أنستون ببراد بيت من شهر؟ بس نعطيكم شوية معلومات هيك شوية background. هني كانوا actually مع بعض، كانوا بعلاقة دامت سنة ونص بأواخر 2009 بس زمان مرة عشر، يعني تقريبا 10 سنين من أيام ما حفروا البحر زي ما يقول. خيالي من 10 سنين. هو أو هن لم يعلقوا مع بعض على هل هذه الإشاعات صحيحة أو لا، ولكن ببيان صحافي صدر من كوبر سبق وصدر من كوبر طلع وقال أنه actually أنا بعزها كتير، كتير بحب أشتغل معها بهوليوود وبالأدوار العديدة اللي طلعت لقلنا مع بعض، ولكن هل مجرد صورة مثل اللي صارت مع أنستون وبيت وضجت السوشيال ميديا؟ أيوة ضجت طبعا، لأنه كل أحد يبغى يشوف بيت وجينيفر مع بعض صراحة. يعني شو تتوقع؟ لا أنا أشوف أنه صدفة كانت صدفة؟ صراحة. أيوة أيوة، خاصة أنه في الأوسكارز يعني. ومن أجواء الإشاعات إلى معاناة كبيرة أفصح عنها النجم العالمي جاستن بيبر من خلال وثائق جديد من إنتاج يوتيوب وهو The Dark Season. جاستن بيقول أنه بدأ إدمانه على المخدرات بعمر 13 سنة مما صدم العالم، وبيقول جاستن أنه دخوله عالم الفن على عمر كتير صغير والشهرة والأضواء أثرت كتير على أخطائه ومشاكله. وبيقول ببداياتي كنت عم بعطي قيمة للأشياء الغلط، كنت أعتقد أنه إذا بعمل هيك رح كون سعيد، ما كان في أي توجيه صحيح وأي إرشاد لإلي. وبيضيف حراسي كانوا يدخلوا على غرفتي ليتأكدوا من نبضي، الناس ما كانت تعرف مدى الخطورة اللي وصلت لها، كان شيء مرعب وما استدركت مدى خطورة الموضوع لحد ما وصلت إلى حافة الموت. بس بدي أشير أنه هايلي بيبر زوجته طلعت وقالت أنه هي لم تقترب منه وما قبلت تدخل بأي علاقة معه لحد ما تأكدت أنه هو فعلا تخلص من إدمانه على المخدرات. إضافة لهذا الشيء سارة، جاستن يعني عرفنا وشفنا بعض الصور بي اللي قطعوا هلأ على الشاشة، كمان he was diagnosed أو تم اكتشاف أنه هو يعاني من مرض اللايم أيضا، وشفناه عم بيتعالج منه. وبس بدي أشير كمان أيضا أنه أول حلقة بثت لهذا الوثائقي جابت أكثر من 32 مليون مشاهدة. واو. وهو أعلى مشاهدة من أي يوتيوب أوريجينال أو من وثائقيات يوتيوب الأصلية، وكلفت أكثر من 20 مليون دولار وهو أعلى تكلفة لأي دوكيومنتري صدر على يوتيوب. يعني بعيدا عن تكلفة الدوكيومنتري صراحة ما حد كان يتوقع انه جاستن بيبر كان بيمر في هذه الحالة، وما بين لنا ابدا، وبالعكس حتى لما اختفى كل احد لام الاختفاء بانه هو تزوج وهنيمون، وما حد اتوقع انه هو بيعاني قد كذا. ويمكن احنا قاعدين نشوف كثير سيلبرتي صراحة انه بيطلعوا دوكيومنتريز مثل تايلر سويفت مع ميس امريكانا كمان. شفت تايلر سويفت؟ انا شفته هالاسبوع. فحسيت انه كلهم يبغوا يخلوا الناس تذكرهم انه ترى احنا وير اونلي هيومن، احنا بس انسان، احنا بس بشر، احنا نغلط، خف علينا شوية ونقدر نحس معاهم أكيد. فالله يعينه والله. بس أنا كويس يعني سعيد أنه هو طلع من حالة الإدمان اللي كان هو فيها. يس. وبعيدا عن الأجواء المتوترة، بيبر أحيا أغنية يامي لأول مرة على برنامج Saturday Night Live، وهو أول أداء له على المسرح من وقت مهرجان كورتشيلا العام الماضي. وأكيد بيبر عم بيأكد للناس أنه صار بحالة أفضل بكتير. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. 50 مليون متابع على يوتيوب هو عدد المتابعين اللي وصلت له قناة يوتيوب تبع جاستن بيبر، وهي أعلى متابعة بتاريخ اليوتيوب. واو. المهم أهم شيء إن الشباب ما يشوفوا جاستن ويقلدوا الشرب حقه، يعني سيبوه هو في حالة إنه دوب وطلع منها ويبغى ياخذ راحته شوية، فسيبوه لكن لا تقلدوه بليز، عشان الشنب ما هو حلو صراحة. كان لازم أقول يعني، معلش سوري جاستن. وإلى ملف ميغان ماركل والأمير هاري يلي يبدو إنه ما رح يهدى. هيدي السري، المعلومات من داخل صحيفة The Sunday Times بتشير إلى أنه هاري وميغان قد يكونوا
بطريق العودة إلى بريطانيا قريبا، وذلك بطلب من الملكة إليزابيث. نعم اللي سمحتوا صحيح، الملكة أرسلت طلب رسمي للاثنين بكندا وطلبت منهم الانضمام إلى باقي أفراد العائلة لتأدية مهام يوم الكومنولث بلندن الشهر الجاي، وبيكون ذلك آخر مهام ملكي لألون قبل العودة إلى كندا. سارة هلأ على الشاشة ثلاث صور. أيوه. أوكي بديك تحذري، بديك تحذري. أها. أقول هما مين؟ جيسيكا لحظة يا ربي، زوجة جاستن تمبرليك. إيه ما أعرف شو العائلة. بمن هاد زوجته؟ إيه جيسيكا بيل. جيسيكا بيل أوكي. هذه يا ربي أعرفها مرة كويس، أقدر أقول لك أفلامها بس نسيت اسمها صراحة، بس هذيك عمري ما شفتها في حياتي. بس بدك تحسري، بدك تحسري بداية هيدي قبل ما ننتقل للصورة الأخيرة. مخرجة ممكن مساعدة؟ ما في مساعدة من أي أحد ولا إنسان. قولي بس أول حرف. أي. أي. أليسون. أو ألف. أليسون. لا بعيدة جدا عن أليسون. بعيدة جدا عن أنا بكتير. والله ما نسيت صراحة فؤاد، حشرتني في كورنر كذا ما عارفة. طيب. هيدي كاثرين هايجل. هي دي. وهيدي الصورة يا سارة يلي فاجأت العالم بآخر 24 ساعة. مين هذه؟ هي أداو. أدل؟ أدل أدل اللي هلو؟ هي نفسها؟ Hello from the other side. أداو. طيب ليه كده تغير شكلها؟ غير شكلها كتير يا سارة، وهيدي الصورة بتعود إلى النجمة العالمية أداو مثل ما شفنا. واو. يلي كانت متواجدة. ما تخيلت. إيه. ما حدا تخيل، كانت متواجدة بالآفتر بارتي لحفل الأوسكارز، وحسب ما عرفنا يا سارة برنامج أداو لللياقة اتضمن تمارين مشددة من الكروس ترينينج والبلاتيز، ومصدر مقرب منا بيقول انه أداو وصلت لمرحله شعرت خلالها انها محتاجه تغير شيء بحالها، لانها كانت حابه تكون بصحه جيده ومظهر جيد كرمال ابنها انجلو وكرمالها هي طبعا، وهي اليوم اكثر ثقه بنفسها وغيرت ستايلها، واضح انها صارت سعيده اكثر وعم تستعد لطرح اغاني جديده مع انطلاق عام 2020. واو صراحه احييها على الترانسفورميشن او كيف التغيير الكبير اللي حصل في حياتها، واكيد اي احد شكله زي كذا قد كذا نحيف كنت خايف انك تحضر الصوره بس عن شد انبسطت انك ما حضرتيها. مستحيل انا اصلا شفتها في حياتي. برافو عليها صراحة، وأنا متأكدة أنها كانت يعني مشوار أو رحلة طويلة. مشوار طبعاً. أيه. شكراً فؤاد على هذه الأخبار. بعد عندنا خبر ختامنا اليوم يا سارة مع بيلي آيليش يلي قدمت عرض خطف الأنفاس خلال حفل الأوسكارز إحياءً إلى كل المنتجين والممثلين واللاعبين اللي فقدهم العالم بآخر 12 شهر. خلينا نتابع هذه اللحظات المؤثرة كتير. يلا نشوف. As though they're here to stay. يعني سارة كتير اجا انتقادات لبيلي آيليش انه حازت على اهم 5 كاتيجوريز بالجراميز من اقل من شهر، وهي بس عمرها ما ينازه 18 سنه، فكتير انتقدوها انه بعدك جديده يور نيو كامر وفجاه حققت كل هذا النجاح، بس شيز اميزنج يعني صوتها أيوة لحاله. أيوة. صوتها، وبعدين فازت جوائز مره كثيره الايام اللي فاتت خاصه في كل المهرجانات. فؤاد مره شكرا على كل الاخبار.